ارتحتي؟ هلا ارتحتي بعد ما سلمتي عثمان للظالم؟ مجد؟ مجد شو عم بيصير؟ ها؟ شو في؟ قولي لأمي، احكي له لبناتك، يلا. امي شو في؟ سالي عن عثمان، مانو معنا، وينه؟ امي عثمان وين؟ راح ابوك ياخده. ابي اخده؟ قصدك رح يضل عنده؟ ايه. كيف يعني؟ قولي لي اخده غصب عنك؟ احكي لي شو صار معك؟ لا برضاي. ما فهمت. معقول هيك عطيتيها بهالبساطة؟ مو ببساطة، بس ما في حل تاني. مقابل شو؟ ما فيني اتركك تقضي عمرك بالحبس، مقابل انه ابوك يروح ويسحب الشكوى. ايه عثمان هو اللي دفع ثمن حريتك. امي يلي عملتيه صح، هيك عثمان بيعيش بامان. بلا لعي فاضي. بشو غلطت؟ قاعدين ببيت بنص البريه، حتى شبابيك ما في، رفقاتي بدهم يجوا لعندي، عم بتهربوا كل مره بطلع لهم بحجه، بس مشان ما اصير علكه بتمهم. عثمان راح، بس ما راح لعند حدا غريب، هالقليله بعيش بمكان دافي. كانك حابه تروحي معه. تفضلي روحي لعند ابوكي. انت زودتيها كثير إلين. خلاص انت وياها. والله لربيتي. بكفي بكفي. هذا اللي كان ناقص. طلعوا فيني، رح تضحكوا العالم علينا وانتوا عم تتفششوا ببعض؟ ها؟ شو صار لكم؟ انتوا عم بتموتوا امكم بتصرفاتكم، حلوه بحقكم يعني؟ فوتوا على البيت، فوتوا. انت ما رح تفوت؟ رايح اتمشى شوي.